16 شهيدا في مدينة رأس العين، وقصف أيضا متواصل من الطيران الحربي على مناطق عدة هناك. ضعنا في صورة أو تفاصيل الوضع الميداني هناك. نعم أستاذ عامر، الوضع الميداني ليلة أمس قامت طيران الميج 23 بارتكاب مجزرة في منطقة رأس العين، فقد قام بحدود الساعة 10 صباحا بقصف 4 قذائف من ارتفاع منخفض على حي المحطة بالقرب من صوامع الحبوب، واخترقت الحدود التركية، لكن لا الحكومة التركية ولا المدفعية التركية لم ترد على هجوم، وأدى القصف إلى وقع أكثر من 15 شهيد وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال، وأربعة منهم من عناصر الجيش الحر من كتيبة غرباء الشام، ونقل الشهداء والجرحى من المعبر التركي القريب من المنطقة، وتم إسعافهم إلى مشفى جيلان بنار الموجودة في تركيا. وتأكد لنا نبأ استشهاد القيادي في حزب أزادي الكردي في سوريا علي ملا ابن شيغموس بالقصف الذي طال على المدينة. وأيضا اليوم صباحا قامت طائرة مروحية بقصف منطقة أصفر النجار وتلحلف، والآن بعد القصف الجوي تتعرض رأس العين بالقصف المدفعي من قرية العالية المتمركزة فيها مدفعية النظام. ووردت لنا أنباء ليلة أمس عن سقوط صاروخين في منطقة تلتمر التي تبعد عن رأس العين ب 14 كيلومتر، وأيضا قام الجيش الحر بالسيطرة على منطقة أبو راسين بعد اشتباكات مع الجيش نعم النظامي في المنطقة. سامر، نعم سامر، ماذا عن حالات النزوح؟ هل من حصيل العائلات التي نزحت وإلى أين؟ نعم أستاذ عامر، يعني حالات النزوح نزوح غير طبيعي لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها، يعني أن الناس الآن كلهم ينزحون إلى تركيا، يعني حتى المناطق يعني المناطق المحيطة بمنطقة رأس العين هي أيضا تقصف، يعني أصبحت شبه خالية من المدنيين بسبب القصف نعم المتواصل. سامر العبد يعني الله، كنت معنا من شبكة شام الإخبارية من الحسكة، شكرا جزيلا.